السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي قناة تعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 20 من كتاب لور دو فرونسي، المستوى الأول إعدادي. المستوى الأول إعدادي هو السابعة. عندنا اليوم إكخير، كتابة، أوبجيكتيف، الأهداف. نشوفوا الأهداف اللي عندنا اليوم. Rédiger un compte rendu de lecture. Un texte pour traduire en القراءة. Un petit chiffre, c'est pour dire traduire. Voilà, tu peux traduire en القراءة. Rédiger le compte rendu d'un événement ou d'un spectacle. يعني عاد تكتب تقرير. Rédiger un compte rendu ou traduire على واحد الحدث أو واحد العرض. Un spectacle ou un événement. Un événement واحد الحدث. Un spectacle ou un art. Rendre compte de ses lectures. Il y a une carrière à la carrière de l'art. Je vois le nom de la carrière. Les volcans racontés aux enfants par Hélène Montard. Il y a une carrière Hélène Montard. البراكين التي روتها إيلين مونتار للأطفال aux enfants للأطفال. Même si la présentation est un peu monotone, على الرغم من أن العرض كان روتيني، رتيب وروتيني، شي حاجة مونوتون هي شي حاجة اللي كتعاود ديما كديرها نفس الشيء، فهمت؟ شي حاجة كيقول لك ما في اي مونوتون، يعني حياتي رتيبة، يعني داكشي اللي كنديرو اليوم كنديرو غدا كنديرو بعد غدا. Et les mots scientifiques pas très bien expliqués. Ou les kalimat al-ilmiya. Al-kalimat, mufradat al-ilmiya, les mots scientifiques pas très bien expliqués. Lam yatim mashrahouha jayidan. Yani ma mashrouhach mzyan. Ce livre pourrait être très étude. Quel kad ktab kan moumkin annahu ykoun nafi' jiddan, mufid jiddan au CDI. Pour nous aider à préparer un exposé. باش يعاوننا اننا نوجدوا واحد العرض. يعني كان ممكن انه ينفع لي سي دي هما الاطفال المراهقون على انهم يوجدوا العرض ديالهم. شكون يكتب هذا النص؟ سيليست 12 ans. شحال عندها 12 عام؟ هذا البنت هذه سيليست عندها 12 عام من باريس. واضح؟ ملي مخذ هذا النص من جيو ادو، يعني شي مجله ماجازين ديال لي زادوليسون، العدد الثاني في اكتوبر 2002، يعني تنشر في اكتوبر 2002. هنا نيكوستراتوس بار اريك بواسي. نيكوستراتوس بار يعني بواسطه اريك بواسي، اللي كتبه هو اريك بواسي. لو جور او يانيك اشتي سيت اوازو، كاك اليوم اللي يانيك شرا فيه هاد العصفور، هاد الطائر، وازور ممكن يكون طائر كبير. Il ne se doutait pas qu'il deviendrait aussi grand. لم يكن لديه شك ان هذا الطائر سوف يكبر. لو سينمو بعيون كبير هكا، يعني بحال شرا شي حاجه شي فرخ صغير ديال شي طائر بحال النسر ولا هذا، وكبر له بزاف. قالك ما كانش كيشك انه غادي يولي، ما كانش عنده فكره انه غادي يوصل هكا. Or, ومع ذلك, or, ça devient difficile de le cacher à son père. أصبح الأمر صعبا أنه يخبيه على بانه ولا كبير ولا كيدير الصوت ولا هذه ولا صعيب لأنه يخبيه على بانه. J'ai adoré ce livre très émouvant. لك أحببت هذا الكتاب المثير المؤثر، فيه لي زيموسيون، يعني فيه الاحاسيس، فيه احاسيس وفيه امور عاطفيه. إلي سوبر، انه عظيم او رائع. شكون اللي كاتب هذا؟ هو ماثيو، عنده 13 عام، عنده 13 عام. كور يعني جمع البلاصه ديال كور. نفس الشيء جيو ادو، ولكن العدد ماشي الثاني، العدد 11. هذا مثلا كانت هذه المجله كتخرج كل شهر، هذا في الشهر الثاني وهذا في الشهر 11 جويي 2003. جويي اذا هذه في العام، يعني مجله شهريه كل شهر
إذا هي العدد الثاني في أكتوبر 2002، العدد 11/2003 يوليوز 2003. واضح؟ نشوفوا الأسئلة اللي عندنا هنا. قال لك دو سون تيري سي تكس. ملي خدينا هاد لي تكس خديناهم من هاد المغازان ديال جيو أدو. جيو أدو، إذا ملي خدينا هاد النصوص كنا نقولوا لي دو تكست، لي دو تكست، دو تكست سون تيري، خديناهم سون تيريناهم، تيري دو ماغازان، دو ماغازين، مجلة، ماغازين، ماغازين، ماغازان هو المحل التجاري، ماغازين هي مجلة، ماغازين شنو سميتها؟ جيو أدو، جيو، جيو أدو، أدو يعني أدوليسون، خاصة بالمراهقين. نشوف السؤال الثاني، السؤال الثاني شنو قال؟ قال لك كي سون لي زوتور دو سيت تكست، شكون هما الكاتبين ديال هاد النصوص؟ النص هنا سيليست وهنا ماتيو، إذا هادو هما اللي كتبوا هاد النصوص. قال لك شكون هما اللي كتبوا هاد النصوص؟ سو سون دوز أدو، يعني دوز أدوليسون، أدو، شكون هما؟ شكون هاد لي دوز أدو؟ سيليست اي ماتيو، سي ليست، وعندنا ماتيو. هذا لو جو مراهقين اللي كتبوا هاد النصوص، سيليست و ماتيو. وهذا حنا ثالثا كيك غولاف لي زانديس كي مونتر كو سي تكست سون ديسيني ا دي زادوليسون. كيك شنو هما المؤشرات اللي بينوك بان هاد النص موجه للمراهقين؟ اول حاجه لاج دي زوتور، السن ديال الكتاب، لاج دي زوتور، السن ديال الكتاب كاين 12 وكاين 13، 13 عام 13 عام. اذا هادو الناس اللي عندهم 13 عام ما يمكنش يكتبوا الناس كبار، يكتبوا الناس اللي قدهم، يعني كيكتبوا كيكريف بور دي ليكتور، كيكريف écrire qui exprime le nasme de syndiano pour des lecteurs de leur âge, pour des lecteurs de leur âge, de leur âge, yani mensin diano. Voilà. Thomas, à ton tour, quelque Bidorek fait part de tes lectures dans des textes courts et concis. Bidorek, yani Sherik fait part de tes lectures. Sherik, qiraatik dans des textes, qiraatik fi nusus qasira wa qasira wa mujaza et concis wa mujaza. Voilà. هنا غادي يقول لك الاستاذ كيفاش كتدير التقرير، كيفاش كدير التقرير ديال القراءات كما شفتي هنايا، كيفاش كدير تقرير على شي قراءه، شنو غدير؟ اذا غتجاوب تقول له باش ندير واحد التقرير بور ريديجي ان كونت روندو، قال له باش نكتب واحد التقرير بور ريديجي ان كونت روندو، قول له باش لا بغيت نكتب واحد ان كونت روندو، لا بغيت نكتب واحد التقرير دو ديال القراءة ديال شي كتاب قريته. أول عملية، أولا اون لي دابور، أولا اون لي، نقرأ أولا اون لي، خصك تقرأ أولا الكتاب اللي غادي دير فيه التقرير. اون لي دابور ان ليفر، قرأ واحد الكتاب. اون بريزونت، ثانيا نقدمو المحتوى. on présente brièvement، يعني باختصار، brièvement le contenu du livre، نقدموا المحتوى ديال الكتاب. enfin، يعني باختصار، brièvement dans un ديرهم في واحد تكست كور اي بريسي، يعني ديرهم في واحد شي حاجة مختصرة، واحد النص قصير ومختصر.
ثالثا نقولو انفان اخيرا انفان on dit à quoi نقولو نقول à quoi peut servir لاش كيصلح لينا peut servir لاش صالح لينا هذا الكتاب le livre لاش صالح لينا الكتاب et si نقولو ايضا et si on l'a aimé et واش عجبنا on l'a aimé ou non يعني بحال هكا كتنقد داك الكاتب تقول بان هذا النص عجبني ها شنو فيه مزيان ها شنو ما فيهش مزيان كما هنا انا قالك ايلي سوبر ها هذا النص رائع يعني كتعطي رايك حول هذا النص ندوزو الفقرة الموالية شنو فيها قالك ريديجي لو كونت روندو دون مانيفيستاسيون انا نكتبو التقرير على واحد هاد الحدث واحد التظاهرة voici le compte rendu d'une manifestation culturelle et scientifique قالك هذا التقرير عن تظاهرة ماشي المظاهرة اللي كاينه في الغوطة الصداع تظاهرة هو واحد النشاط ثقافي وعلمي حدث او تظاهرة ثقافية وعلمية l'institut français de Tétouan المعهد الفرنسي في تطوان en collaboration يعني collaboration هي بالتعاون ولا بالشراكة avec différents partenaires مع مختلف مع العديد من الشركاء partenaires شركاء a organisé يعني هذا المعهد نظم شنو نظم un colloque intitulé نظم un colloque يعني مؤتمر intitulé بعنوان لو de la science à la conscience. Al-ma min al-ilm ila al-wa'i. Al-ma min al-ilm ila al-wa'i. De nombreux universitaires français et marocains, al-adid min al-akademiyin al-faransiyin ou al-maghariba, akademiyin ou l'atgoul jami'iyin, y ont pris part, yani شاركوا في هذا الكولوك في هذا المؤتمر شاركوا فيه العديد من الأكاديميين المغاربة الفرنسيين إلي انتريسون إنه مثير للاهتمام من المثير للاهتمام دو نوتي أننا نسجلو أننا نلاحظو كابخي لينوغوراسيون أوفيسيال أنه بعد الافتتاح الرسمي لينوغوراسيون أوفيسيال à laquelle on a assisté là machine اللي حضرنا فيها هنا on a assisté à هالفاعل هون plus de 200 personnes يعني شكون اللي حضر شكون اللي شاهد هادشي اكثر من 200 شخص يعني حوالي 200 شخص شاركوا في هذا الافتتاح الرسمي Une centaine de participants, une centaine de participants ont régulièrement été présents, étaient présents pendant tous les travaux, D'après, la lettre de la coopération française au Maroc. Où cette manifestation s'est-elle déroulée fin جرات هاد التظاهرة ولا هاد الحدث manifestation فين وقعت à Tétouan اذا نقولوا بانها وقعت في تطوان هاد التظاهر نقولوا ال يعني la manifestation يعني التظاهرة elle s'est déroulée يعني فين وقعت s'est déroulée à l'Institut français de Tétouan
في المعهد الفرنسي في تطوان، الانستيتوت فرونسي دو تطوان. هنا سور كيل سوجي اتيل بورتي، هنا موضوع اللي هضرت عليه، يعني هذا التظاهر او هذا الحدث الثقافي والعلمي على واش كان كيهضر. نقولوا الى بورتي، الى بورتي سور، حول اهميه الماء، سور لامبورتونس de l'eau. حول أهمية الماء. هنا كي لا اورغانيزي، شكون اللي نظمها؟ كي سون لي بارتيسيبون، شكون المشاركين فيها؟ هنا نقولوا إلا إيتي اورغانيزي، هي نظمت، إلا إيتي اورغانيزي اورغانيزي par l'institut يعني طرف المعهد الفرنسي، l'institut français de Tétouan. زين المشاركين فيها، les participants sont les مشاركين، les participants، انا طلبناها من هنايا كما كتشوفوا، participants sont هم des universitaires، الاكاديميون او الجامعيون، universitaires français، جامعيون الفرنسيون والمغاربة اي ماروك، جامعيون الاكاديميون يعني الاساتذة الجامعيون الفرنسيون والمغاربة، واضح؟ هنا قال لك اون سويفون سيت اكزومبل، باتباع هذا المثال، في لو كونت روندو، صاوب لنا التقرير، يعني اكتب تقريرا، دون مانيفيستاسيون سبورتيف او كولتورال، وجد لنا تقرير على واحد الحدث رياضي وثقافي. dont tu as entendu parler، اللي سمعتي عليه، ou à laquelle tu as participé، اللي شاركتي او اللي شاركتي فيه. voilà، angolo. une des équipes sportives، واحدة احد الفرق الرياضية، dont tu suis les résultats، les التي تتابع نتائجها، اللي كتبع نتائجها، بحال مثلا انت مبلي بارسا ولا مبلي بالريال، كتبع شنو دارت هاد السيمانه، ربحت خسرت تعادلت، جابت شي لاعب شرات شي لاعب باعت لاعب الى غير ذلك، افيك انتيري اجوي، يعني باهتمام كتابع النتائج ديالها، لي ريزولتا افيك انتيري، يعني باهتمام كتبعها وانت مهتم بها لانك كتبغيها، اجوي لاعبه بور ان تروفي، لعبت على واحد الكاس، une équipe de ta ville، مثلا فرقة ديال مدينتك، un club de ton quartier، واحد النادي من الحي ديالك، de ton établissement scolaire، من المؤسسة ديالك اللي كتقرا فيها، المؤسسة المدرسية، a-t-elle gagné، واش ربحات، هل فازت، égalisé، واش تعادلت، ou perdu، أو خسرت، fais le compte rendu du match، ديرنا تقرير على المقابلة، en insistant sur les moments les plus importants، يعني en insistant، شو كتعني؟ en insistant يعني بالتأكيد، en insistant، كيقول لك شي واحد مثلا، وطلب منه يمشي معك، مثلا يطلب منه يمشي معك للرحلة، أقول تقول له راه ما بغاش، راه قلتها له ما بغاش، يقول لك انسيست عليه، يعني بحال لصقو، يعني ما طلقش منه تيبغي، اون انسيستون سور لي مومون لي بلوز امبورتون، يعني بالاهتمام باللحظات الاكثر اهميه، او هذه حاله،
أو الحالة الأخرى تي أسيستي أن فيلم، تفرجتي في واحد الفيلم أو أ أون بيس دو تياتر أو لا شي مسرحية بيس دو تياتر كو تي بارتيكوليارمون أبريسي اللي عجباتك بشكل خاص، يعني استمتعتي بها بشكل خاص. اكري ان كونت روندو، اكتب لينا شي تقرير دو سو فيلم، على هذا الفيلم ou de cette pièce de théâtre ou là là had al-masrahiya اكتب شي تقرير على واحد فيهم. هذا مثلا نعطيكم نموذج ديال التقرير على مقابله في كره القدم، نقولوا مثلا ليكيب فريق مدرسه الشاذلي دو ليكول الشاذلي ا بارتيسيبي، يعني شارك هذا الفريق بارتيسيبي شارك او شامبيونا البطولة شامبيونا او شامبيونا دو فوتبول سكولار، كرة القدم المدرسية دو فوتبول سكولار des écoles ديال المدارس الابتدائية des écoles primaires et نقولوا مثلا notre équipe فريقنا s'est qualifié pour la finale، تأهل للنهائي s'est qualifié pour la finale، يعني المقابلة النهائية، يعني ربح شي فرقي توصل للنهائي. مي ولكن malheureusement للأسف on a perdu خسرنا، on a perdu au tir au but، يعني ضربات الجزاء، يعني تعادلوا معنا وبقاو حتى البيلانتيات وربحونا في البيلانتيات. ما كتعرفوا البيلانتيات كتلعب فيهم الحظ دور كبير. tir au but contre ضد من لعبوا contre l'équipe فريق de l'école فريق مدرسة السلام دو ليكول السلام دون ديال واحد المدينة مجاورة دون فيل فوازين مدينة مجاورة. دابا نعطيو الرأي ديالنا والإحساس ديالنا. سيتي ان ماتش، كان واحد مقابلة رائعة، un match formidable. Formidable et excitant. يعني حماسي مثير et excitant. يعني الماتش كان حماسي ورائع et excitant. Mais nous avons été mais nous avons ولكن أصابنا الإحباط nous avons été déçu، يعني تحبطنا كل شيء مشى مقلق déçu après بعد الخسارة après la défaite de notre équipe. صافي، هذا نموذج، خذوه ولا خذوه من بعض الجمل. إلى اللقاء.